إذن بعد أشواط التفاوض التي قطعتها الحكومة مع الشريك الفرنسي لصناعة سيارات بوجوها، هي اليوم تعلن عن أسماء الشركاء الجزائريين الذين سيرافقون تجسيد المشروع على الأراضي الجزائرية. سوريا شعلال في هذا التقرير. في سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، وبعد سلسلة من المفاوضات مع الحكومة وافق مصنع السيارات الفرنسي بيجو على إدراج متعاملين خواص وعموميين محليين كشركاء في المصنع الذي سيدشن بالجزائر العام المقبل. أين حسمت وزارة الصناعة في أمر الشركاء لتعلن عن القائمة حسب معلومات من وزارة الصناعة لقناة النهار؟ الشريك العمومي PMU لصناعة قطع غيار السيارات سيدخل في الشراكة بحصة 21%، بينما يدخل كل من مجمع كوندور للصناعات الإلكترونية ومجمع بروفارمال لصناعة الأدوية كشريكين لبيجو بحصة 30%. لتبقى نسبة 49% لصالح المتعامل الفرنسي حسب القاعدة الوطنية للاستثمار 51-49. اختيار المتعاملين الثلاث جاء بعد التأكد من توفر كل الشروط القانونية والمؤهلات المالية التي تسمح لهم بالدخول في شراكة لإنجاز ثاني أهم مشروع للسيارات بالجزائر. عندنا 4 شهور تقريبا وحنا في يعني في المحادثات مع شركة بيجو سيتروان. هناك 3 شركاء جزائريين اللي رايحين ياخذوا 51%. حنا ننتظروا طبعا في الموافقه نتاع وزاره الصناعه، والوزاره الاولى بدون شك راح يكون عندها راي باش نقدروا نمشيو الخطوه الجايه ان شاء الله، اللي تكون ممكن في بدايه شهر ديسمبر ترسيم الشراكه. بعد تجربة رونو، ها هي اليوم الحكومة تتجه بخطى ثابتة لتؤكد إصرارها على استحداث قطب ميكانيكي للسيارات بالبلاد.